أبو حيان التوحيدي ذكر سيرته الذهبي في تاريخ الإسلام، قال: هو صاحب المصنفات، واسمه علي بن محمد بن العباس الصوفي، كان في حدود 400 هجريا، وله مصنفات عديدة في الأدب والفصاحة والفلسفة، وكان سيء الاعتقاد، بل ذكر عن بعض العلماء أنه قال: كان أبو حيان كذابا قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان، تعرض لأمور جسام من القدح في الشريعة، وعنده ما يبطنه من الإلحاد وما يرصقه بالصحابة رضي الله عنهم من القبائح، حتى طلبه الوزير المهلبي فاستتر منه. قال أبو الفرج ابن الجوزي في تاريخه: زنادقة الإسلام ثلاثة، ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاء المعري. ومقصوده بزنادقة الإسلام يعني الزنادقة في عصر الإسلام، فهي إضافة بمعنى في، كما تقول وكما يقال شيخ الإسلام، ليس لأنه شيخ الإسلام، لا، وإنما هو شيخ في الإسلام، فالإضافة تكون بمعنى في وتكون بمعنى اللام. قلت قلم زيد يعني قلم لزيد، وتكون بمعنى من، خاتم حديد يعني خاتم من حديد. فهذا معنى كلام أبي الفرج ابن الجوزي: زنادقة الإسلام ثلاثة، ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاء المعري، وأشدهم على الإسلام كما قال أبو حيان، لأنه ما صرح وهو لم يصرح، وهو الذي نسب نفسه إلى التوحيد. قلت: وللأسف لم يحسن في التوحيد، وهذا شأن وللأسف من أدخل نفسه في العقليات وأدخل العقل في شرع الله عز وجل دون أن يراعي ما جاءت به النصوص الشرعية، فإنه يضل ويضل. نسأل الله السلامة والعافية.